صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك دكتور في التفسير يدرسنا ويمدح كتاب تفسير الرازي ويلوم الطلاب على عدم الاطلاع عليه، وينقل عن أحد العلماء المعاصرين أنه لا يجد بغيته إلا فيه، فما هو توجيهكم حيال هذا الكتاب؟ لا، هذا غش للطلاب، لأن كتاب الرازي فيه أخطاء كثيرة من ناحية العقيدة، لأنه أشعري، ولأنه من علماء الكلام، علماء المنطق، وكان معجبا بعلم المنطق، وأيضا ذكروا أنه يورد إهامات ولا يجيب عليها، يورد أسئلة تساؤلات ولا يجيب عليها، فيكون عند الذي يقرأه نوع من التشكك والتردد. فلا ننصح بقراءته إلا للعالم المتمكن الذي يستفيد مما فيه ويتجنب ما فيه من المحذور. نعم.